الحمد لله هذا تاني نصف نهائي مع الفريق، ان شاء الله باذن الله نكونوا مركزين في الماتشات الجايه. عرفنا ان المباراه باش تكون صعبه، الحمد لله اهم شيء فرحنا الجمهور هذا اللي جاي قبل المباراه باربع ساعات، يستاهل كل خير الحمد لله، وان شاء الله نهدوهم الفوز مره ثانيه ونقول لهم ان شاء الله باذن الله نوصل لبعد الحدود باذن الله. عصبه وداديه العام ان شاء الله باذن الله.